نرحب فيكم من خلال برامجكم مساء الخير يا كويت. وطبعا عندنا ضيف ولقاء مهم جدا حول الأسبوع العالمي للحد من استهلاك الملح وتوعية الأفراد بخصوص مثل هذه الأمور مع الزميلة مشاعل وضيفتها أخصائية تغذية الأستاذة وجد العثمان. تفضل يا زميلة مشاعل. شكرا عيد، حياك الله أستاذة وجد، معنا سعيدة جدا بتواجدك معي. الله يحييكم ومساء الخير بهالجو والشوية الهواء بس وايد حلو حبيبتي. والأجواء الجميلة اللي ورانا حبيبتي. إن شاء الله نقدم التوعية والنصيحة حق يعني اللي قاعد يشاهدنا، خصوصا إن إحنا موضوعنا موضوع مهم جدا. بداية نعطي سادة المشاهدين فكرة عن الأسبوع العالمي للحد من الاستهلاك للملح. طبعا هو الأسبوع العالمي يعني هذا بشغلة الحين كل العالم قاعدين ينشرون حملة توعوية، لأن حملة الحد من استهلاك الملح حملة تقي الناس والمجتمع من ارتفاع ضغط الدم، وإحنا بالكويت وايد ناس يعانون من هذه المشكلة. الحد من استهلاك الملح مشاعل وايد مهم، ليش؟ لأنه يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو مثل ما قلت لك إنه مثل ما تقولين مرض أو حالة منتشرة بين المجتمع لعدة أسباب. إن إحنا أول شيء مجتمع مثل ما تقولين قليل الحركة، شغلة ثانية استهلاكنا عالي من الملح، وأيضا استهلاكنا للأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وبالإضافة إلى زيادة الوزن اللي يعانون منها العديد من أفراد المجتمع. يعني إيش معنى الملح بالتحديد؟ الملح لأنه هو شيء وايد بسيط، واحنا نقول دائما انه السم الابيض صح، لانه ياثر على ثلاث اعضاء وايد حيويه بالجسم، اللي هي ياثر على القلب، ياثر على الكلى، وايضا ياثر على الدماغ. ارتفاع ضغط الدم لما يصير عند اي شخص او مثلا استهلاك الملح بكثره ممكن يؤدي الى خطر الاصابه بامراض القلب، ممكن يؤدي إلى خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات. فعشان كذي إن إحنا نركز على هذا الموضوع. نعم. مع بساطة مادة الملح أو الصوديوم، ملح الطعام أو الصوديوم، بس إن تأثيرها الصحي وايد قوي على أجسامنا. هذا الأسبوع أول مرة أنتوا تسوونه صح؟ بالكويت أول مرة، لأن هي فعالية يعني مثل ما قلت لك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية عندها مثل أهداف أن تقلل تقريبا من استهلاك الملح بمعدل 30% إلى نوصل لسنة 2025. مفروض تكون كل المنتجات الغذائية اللي تصنع تكون قليلة بالملح بمعدل 30% عشان نحمي الأفراد من خطر ارتفاع الضغط أو خطر أمراض القلب والشرايين. طيب في بديل عن الملح؟ طبعا في بدائل عديدة عن الملح. مثل ما تقولين احنا اول شيء قبل لا نتكلم مشاعل عن البديل، ممكن نقول لما نبتدي نخفف الملح نبتدي نخففه بالتدريج علشان انه ما نحس بالفرق. يعني انت تخيلي فجأة يعني يصير صح الاكل مالح وبعدين فجأة ما صح بدون اي يعني حتى لو شوية ملح. بدائل الملح ممكن انه الاعشاب، ممكن الليمون، ممكن العديد من مثل ما تقولين المنكهات للطعام ممكن ان احنا نستبدل فيها الملح. طيب فكره عن الفعاليات المصاحبه لهذا الاسبوع. هو شوفي مو فعاليات وايد كبيره، بس احنا مثلا هيئه الغذاء والتغذيه تعاونت مع كريب وكوفي بانها طبعوا بعض البروشورات لتوعيه افراد المجتمع، وهذه المنشورات تتوزع ب أكشاك شركة المطاحن، أيضا بترولي اللي الحين موجودة في كل محطات البنزين أعتقد الشركة الأولى، وبعدين وأيضا في مخبز أمير الأمراء. ليش إحنا مثلا مركزين على شركة المطاحن والمعجنات يعني. والمعجنات لأن فيها نسبة عالية من الصوديوم، يعني إحنا استهلاكنا للصوديوم مو بس الملح اللي نحطه، الملح الطعام اللي نحطه، لا من الخبز ومن المعجنات. وفي شغلة يعني أبي ودي أنوه فيها للسادة المشاهدين إن الصوديوم
هو غير ملح الطعام. وفي أنواع هو صوديوم كلورايد. يعني لو خلينا نتكلم عن أنواع الملح. نعم أنواع الملح هو الملح واحد يعني بالآخر يعني كل ملح ننكي فيه طعام اللي هو كلوريد الصوديوم اللي يعطينا الطعم المالح للطعام. الصوديوم نفسه مشاعل ما يعطي الطعم المالح للطعام. الحين احنا شنو نقول ان استهلاك الشخص لازم يكون اقل من 2 جرام من الصوديوم او 5 جرام من ملح الطعام اللي هو احنا نستخدمه. ايش كثر 5 ايش كثر انت تقريبا تستخدمين مشاعل؟ ما ادري انا ارش كذي وبالاكل لما نطبخ الاكل بالقفشه تدرين ان احنا يوميا لازم نستخدم قفشه مو الحوص الصغيره القفشه الصغيره اصغر من قفشه الاستكانه لا اكبر اللي هي يسمونها سمول تيسبون مو قفشة الاستكانة القفشة الثانية الصغيرة تعتبر الصغيرة هذه وما تكون مرتفعة يعني ما تكون مو فل هذه اللي هي 5 جرام من ملح الطعام يفترض أن نستخدمها باليوم مثلا يعني بأي وجبة غذاء يعني طول اليوم لازم نستخدم أقل من 5 جرام اللي هو الملعقة الصغيرة من الطعام ملعقة الشاي اللي يسمونها نستخدمها في الأكل. طبعا إحنا ما نقدر أكيد قاعد نستهلك أكثر خاصة إن في ملح مغشوش مثل ما تقولين مشاعل الأكل الصيني يستخدمون جلوتاميت الصوديوم يعني إذا دخلتي مطعم صيني ما تشوفي مملحة لأن يستخدمون الصويا ويستخدمون المونوصوديوم جلوتاميت يعطيك نفس تأثير الملح بس ما يعطي الملوحة اللي نفس تاخذينها من كلوريد الصوديوم. فهذه الأشياء المغشوشة اللي إحنا دائما ننصح الأفراد لما أبي أشتري شيء خاصة الأطعمة الجاهزة لازم أقرأ على العبوة ايش كثر فيها صوديوم وأضرب معدل الصوديوم ب 2.5 يطلع لي معدل صوديوم كلوريد اللي أنا أستخدمه اللي هو كملح الطعام. نعم طيب الأطعمة اللي فيها كمية كبيرة من الملح ولازم نوخر عنها. شوفي الملح موجود طبيعيا تقدرين تقولين بالحليب ومشتقاته باللحوم خاصة اللحوم الحمراء وبالأسماك القشرية هذا موجود طبيعي بس أنه مو بمعدلات عالية. لكن وين موجود بكثرة؟ بالأطعمة المصنعة يعني عندك مثلا مثل المارتديلا الهوت دوغ البرجر وهذا ما يكون موجود فيه كطعم وأيضا كمادة حافظة لأن من المواد الحافظة تذكرين قبل شلون كانوا يخزنون الأطعمة الأتشار يحطون ملح عشان لا يخترب بسرعة اللحومات المجففة أو المقددة هذه كلها تخزن أو تجفف مع الملح على أساس أنه يحافظ على صلاحيتها لمدة طويلة. ليه الحين هذه الأطعمة اللي نشوفها المثلجة والأطعمة الجاهزة كلها تحفظ في الملح وإحنا ما نحس بوجوده فدائما إحنا ننصح الناس أنه ما يأخذون الأطعمة الجاهزة أو الأطعمة المصنعة لأنها فيها كمية عالية من الملح. وفي نصيحة ثانية مشاعل حتى إحنا مجتمعنا شفنا بالدراسات اللي نسويها إن استهلاك الخضروات والفاكهة وايد قليل عندنا بمجتمعنا. صحيح. لما نستهلك كمية كبيرة من الخضروات والفاكهة تعطينا مادة أو عنصر البوتاسيوم. البوتاسيوم يقلل من ارتفاع ضغط الدم. فمثل ما تقولين تسوي مثل توازن بين إنك تأخذين الصوديوم وتأخذين البوتاسيوم عشان إنه يصير توازن بجسم الإنسان. نعم. طيب الجهات المشاركة في الحملة؟ طبعاً إحنا مثل ما قلت لك كريب وكوفي كان هو الراعي لطباعة المنشورات والبروشورات اللي خدناها وأيضاً أبي أشكر ما بأنسى أحد السيد حمد الساير والعم محمد عبد الله بودي وأيضاً السيد وليد الشريعان والسيد فيصل يعقوب بودي لأن دعمونا وايد بهذه الحملة وشاركونا على أساس إنه مثل ما تقولين اللي صحة المجتمع وصحتنا والمحافظة عليها. طيب دور الحملات التوعوية في هذا الموضوع؟ بشوف إحنا الحملة التوعوية صح إنه مثلاً ني أسبوع نتكلم عن موضوع واحد بهذا الأسبوع ممكن تسوي كليك عند الناس يعني ما حد منا يتكلم عن الملح ما حد منا يعرف بالضبط شنو تأثير الملح مخاطرة دور الحملات إنه أنت مثلاً لما نكون إحنا مثلاً مسوين بوث ونتكلم عن
كمية استهلاك الملح يوميا، ناخذ مثلا مثل ما تقولين ضغط الدم للأشخاص ويكتشفون، لأنه هو ضغط الدم يعتبر يسمى القاتل الصامت، لأن فجأة تروحين تسوين أنت تكونين مرة تسوين تاخذين ضغط الدم مالك تشوفينه مرتفع وتنصدمين. فهذه الحملات حملات توعية ممكن إذا أنت مو يعني مو واعية لنوع معين من الأمراض أو مثلا استهلاك أغذية. طيب هذا لما يصير هبوط بالإنسان ليش يقولوا لا على طول على طول أكل ملح؟ هي حالة تعتبر يعني مو تاكل ملح على طول، انت تحسين بالهبوط لما يصير عندك، ممكن تاخذين لبن تحطين عليه شويه بس ما ناخذ ملح كثير، وهذا الملح اذا انت ما تستخدمينه يوميا ما راح ياثر بارتفاع ضغط الدم. وفي شغله وايد مهمه مشاعل دائما نقولها، يعني في ناس تقول انا ما قاعد اخذ الملح الابيض العادي اللي استخدمه، اروح اخذ ملح هملايا، ملح اللي ملح البحر، ملح الخشن، هذا تاثيره اقل من الملح العادي. طبعا هذه المعلومة جدا خاطئة، لأن إحنا ما يهمنا المكونات، إحنا يهمنا كمية الصوديوم اللي موجودة بهذا النوع الملح اللي أنت قاعد تاخذه، وكمية الصوديوم هي واحدة بكل أنواع الملح. عشان كذي إحنا نقول أي نوع من أنواع الملح نبي نستخدمها نستخدمها بكميات قليلة، على أساس أنه نحافظ على صحتنا وما يصير عندنا أي نوع من الأمراض اللي إحنا ممكن بطرق بسيطة جدا وتخفيف من أنواع الأكل اللي إحنا ناخده ممكن إن إحنا نقللها ونقلل الخطر بالإصابة فيها. أستاذة وجدي يعطيك العافية، الله يعافيك، وصلنا للختام، إذا حابة تقولين كلمة أخيرة. والله أنا أتمنى دائما مثل ما دائما تلفزيون دولة الكويت يبادر بهذه الحملات، إحنا عندنا فيديو توعوي مشاعل أعطيته للمعدين، وإن شاء الله إنه يكون على خلال هذا الأسبوع يعرض ببرنامج مساء الخير صباح الخير إن شاء الله. كل البرامج لتوعية الناس، وإحنا يهمنا الصحة العامة لمجتمعنا حبيب. وإن شاء الله موفقين إن شاء الله، تسلمين، ومشكورة وايد على الاستضافة. شكرا. إذن أعزائي أكيد متواصلين معاكم وأكيد مع تقاريرنا، حيث نظمت كلية الحقوق بالتعاون مع وزارة الداخلية فاعلية قانونية بعنوان أسبوع الجريمة. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع.